هذه أبرز العناوين. الركراك يفاجئ المغاربة بلاعب غير متوقع كبديل لأمين حارثة المصاب. أول تصريح لعبد الرزاق حمد الله بعد مشاركته في التدريب مع لاعبي المنتخب المغربي. الركراك يضع 9 لاعبين في القائمة الاحتياطية. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل باش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس. الركراك يفاجئ المغاربة بلاعب غير متوقع كبديل لأمين حارثة المصاب. بعدما أعلن نادي مارسيليا الفرنسي إصابة الدولي المغربي أمين حارث في الركبة خلال لقاء مارسيليا وموناكو في الجولة 15 من الدوري الفرنسي إثر احتكاك مع أحد مدافعي موناكو وتأكد غيابه رسميا عن مونديال قطر، بات الناخب الوطني وليد ركراكي يسابق الزمن من أجل إيجاد بديل لحارث المصاب. وبحسب مجموعة من التقارير الصحفية فإن اسم اللاعب البديل بات محصورا بين نجم ميلان الإيطالي إبراهيم دياز ونجم العين الإماراتي سفيان رحيمي. وفق مصادر برنامج مارس إكسبريس فإن وليد ركراكي مدرب المنتخب المغربي سيستدعي إبراهيم دياز صانع ألعاب نادي ميلان الإيطالي. وولد إبراهيم في إسبانيا لأبوين إسبانيين من ميليليا، لكنه مؤهل للعب مع المنتخب المغربي لكرة القدم بسبب جدته لأبيه. وحمل إبراهيم دياز ألوان المنتخب الإسباني وشارك لأول مرة في سن 16، حيث تلقى المديح عن أدائه في بطولة أوروبا تحت 17 عاما وذلك في عام 2016. أول تصريح لعبد الرزاق حمد الله بعد مشاركته في التدريب مع لاعبي المنتخب المغربي. علق الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله على مشاركته في الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني في قطر استعدادا لكأس العالم 2022. وشارك حمد الله صورة من الحصة التدريبية التي جرت في الدوحة معلقا عليها فخور جدا. وعاد حمد الله إلى المنتخب المغربي بعد غياب دام السنتين بعد أزمة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تلاها جدل كبير بين المتابعين المغاربة. واستدعى الناخب الوطني وليد ركراكي مهاجم الاتحاد السعودي الأخير الذي بدوره تقدم باعتذار رسمي على ما صدر منه في أزمة كان مصر مشددا على ندمه. الركراكي يضع 9 لاعبين في القائمة الاحتياطية. يحق لمدرب المنتخب المغربي وليد ركراكي القيام بتغيير على تشكيلته قبل انطلاق نهائية بطولة كأس العالم 2022 بقطر في حال تعرض أحد لاعبيه للإصابة، مثل ما حدث حاليا مع نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي أمين حارث، حيث سيجري تبديله بلاعب جديد من القائمة الاحتياطية التي وضعها ربان أسود الأطلس. ويضع الركراكي 9 لاعبين في القائمة الاحتياطية للمنتخب المغربي تحسبا لأي مفاجأة قد تقع في الأيام المقبلة، حيث سيعمل على الاستفادة من خدماتهم في حال استعصى على أحد اللاعبين الحاضرين حاليا في المعسكر الحضور مع منتخب بلاده دون مشاكل. ويوجد في القائمة كل من أيوب الكعبي مهاجم هاتاي سبور وسفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي ومنير الحدادي لاعب خيتاف الإسباني ويونس بالهند لاعب أدانا ديمسبور التركية وسامي ماي لاعب فرانك فاروش وإسماعيل قندوس لاعب سانجلواز البلجيكي وحارس الرجاء أنس زنيتي وإبراهيم دياز لاعب ميلان الإيطالي ليكونوا ضمن القائمة التي وضعها المغرب من أجل الطوارئ. وكانت بعثة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم قد حلت يوم الأحد بمطار حمد الدولي بالدوحة للمشاركة في نهائية النسخة 32 لكأس العالم التي تستضيفها قطر بين 20 من نوفمبر الجاري والثامن عشر من دجنبر المقبل. وستتوجه النخبة الوطنية إلى الإمارات لإجراء مقابلة ودية يوم 17 من نوفمبر بالشارقة ضد منتخب جورجيا، ثم تعود بعد ذلك إلى الدوحة لاستكمال التحضيرات للمواجهات الرسمية. وكانت قرعة كأس العالم قطر 2022 قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا. الفيفا يستعرض مشوار الركراكي منذ الولادة إلى قيادة أسود الأطلس.
استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مشوار الناخب الوطني وليد ركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول الذي سيقود أسود الأطلس في النسخة المقبلة من نهائية كأس العالم. وأوضح المصدر الرسمي للجهاز الوصي على الكرة العالمية أن ركراكي رأى النور ببلدة كورباي إلسون ضواحي العاصمة الفرنسية باريس بفرنسا في 23 من شتنبر 1975 ويبلغ الآن من العمر 47 عاما مشيرا إلى أنه دفع عن قميص الأسود في 45 مباراة دولية. وأشار المصدر نفسه أن أول فريق لعب له ركراكي هو راسينغ كلوب دي فرانس أو ما يعرف باسم راسينغ باريس في موسم 1999-1998 قبل أن يختتم مشواره بفريق فلوري مارجيس الفرنسي مرورا بمجموعة من المحطات الكروية. ولعب ركراكي لفريق راسينغ باريس وتولوز وأجاكسي وديجون وفلوري في فرنسا، كما لعب لفريق راسينغ سانتاندير في إسبانيا في الفترة ما بين عامي 2004 و2006. وبخصوص مشواره التدريبي فإن نادي الفتح الرباطي يعتبر محطة انطلاقة ركراكي في هذا المجال قبل أن يشغل مهمة مدرب مساعد في المنتخب الوطني المغربي الأول مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي. كما حقق ركراكي مجموعة من الألقاب دشنها بالتتويج بدرع الدوري الاحترافي مع الفتح الرباطي قبل أن يتوج معه بلقب كأس العرش ويقود بعدها الدحيل القطري للتتويج بدوري نجوم قطر ويعود ليتربى على عرش القارة السمراء رفقة الوداد الرياضي إضافة إلى لقب الدوري الاحترافي بقميص الفريق الأحمر. وحقق ركراكي كلاعب لقب دوري الدرجة الثانية الفرنسي مع فريق أجاكسيو كما احتل المركز الثاني مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية سنة 2004 وكانت أول مباراة ودية قدها وليد ركراكي مع المنتخب المغربي أمام مدغشقر وانتهت لصالح الأسود بهدف نظيف وذلك بعد إقالة البوسني وحيد خلالوزاتش. هذه أبرز العناوين. ركراكي يفاجئ المغارب بلاعب غير متوقع كبديل لأمين حارث المصاب. أول تصريح لعبد الرزاق حمد الله بعد مشاركته في التدريب مع لاعبي المنتخب المغربي. ركراكي يضع 9 لاعبين في القائمة الاحتياطية.